اليوم العملية هذه داخلة في إطار الحملة الوطنية لتشجير الشطر الثاني. محافظة الغابات قامت في الشطر الأول بغرس أكثر من 9000 شجرة، ومن بداية 22 حتى اليوم قمنا بغرس أكثر من 3000 شجرة. هذه العملية اللي درناها اليوم هذه تضامنا مع الولايات التي مستها هذه الحرائق، وإن شاء الله راح نوصلوا بعيد. البرنامج نتاعنا كجمعية الطوال الوطني لترقية المجتمع المدني والمواطنة برنامج مليون شجرة.